سماح، سميرة لسه مكلماني في التليفون وعاوزة تطلق وهتبريني من المؤخر والنفق. وإيه اللي خلاها ترجع في كلامها؟ أنا عارف، يمكن حست إن مفيش فايدة مني. بس الموقف نفسه غريب. غريب ولا مش غريب؟ بعد إذنك أروح لها؟ ما تروح لها، أنت بتستأذن مني ليه؟ مش مراتك؟ إيه شغل العيال ده؟ يا سماح، عايزاني أروح أروح، مش عايزاني أروح خلاص مش هروح. روح لها بس ما تتأخرش. بس مبوزها ليه كده؟ سعيد انا رايح اطلق. نعم رايح اطلق. ايه اشغل المخرج كده ساعه زمن واكون جيت. يا هاشم ده وقت طلاق، الراجل جاهز التصوير ودي فلوس. يا سعيد عشان خاطري انا مش عارف اشتغل، انا عايز اهدى من الموضوع ده من فضلك. خلاص خلاص اوكي اوكي ميرسي قوي، بروفه هايله. بس بعد اذنك اروح اشرب النسكافيه بتاعي عشان اخش في المود. حكايه النسكافيه معاك يا هاشم، وهنرجع تاني نعمل بروفه تاني يا استاذ؟ ما فيهاش حاجه، ما عايز اشرب نسكافيه. بلاش تاخير. حاضر اتفضل. ايه ده؟ هاشم ازيك؟ وحشني موت. ازيك يا هانم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل يا هاشم، اتفضل اقعد. امال فين المأذون؟ المأذون على وصول. ما تقعد يا هاشم، كل اللي انت عايزه يا حبيبي هيحصل، ما تقلقش. ولو ان الفراق صعب قوي. كل شيء اسمه نصيب. هاشم هتتجوز البنت الصغيرة اللي شفتها معاك؟ أيوة. ألف مبروك يا حبيبي، ربنا يوفقك. مرسي، عقبالك يا هنا. متشكرة، ما تأخذنيش يعني لو صدر مني أي حاجة ضايقتك يا هاشم. لا أبدا، أنتي ما ضايقتنيش ولا حاجة. كل الحكاية إنك حاربتيني في لقمة عيشي وخلتيني انطرد من الاوتيل اللي انا كنت بشتغل فيه. هاشم ده حقي، العقد مش اتمضى بسببي انا. على كل حال كتر الف خيرك، حقيقه انت ساعدتيني كتير كتير قوي. وعايز تسيبني ليه؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. اه هنتكلم ونتكلم كتير يا هاشم. اه ايه ده ايه ده، المركب بتتحرك ولا ايه؟ دي رحلة نيلية لأسوان، هنقضي هناك أسبوع. ما وحشتكش؟ ما وحشتنيش. انتي كان انتي، أنا عندي تصوير أغنية والناس كلها منتظراني. مفيش حاجة أهم مني. انتي بتحسبي بالموقف الغريب ده هتخليني أرجع لك؟ انتي مجنونة، إنسانة متسلطة. هترجع لي يا هاشم يعني هترجع لي؟ من فضلك لآخر مرة بقولك خليهم يوقفوا المركب ده. مفيش قدامك غير النيل وسمورة، وريني هتعمل ايه. لو انت مجنونة قرات انا اجن منك 24. هاشم اعلي يا هاشم. هاشم طالع طالع. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.